السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في قناة آي سي تي. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الجزء الثاني من المنهج اللي هو Theme 4 Lesson 1 لـ Grade 5 Students، وإن شاء الله الليسون هيكون بعنوان Explore in Action. زي ما أنتم متعودين دايما بنتعرف في كل بداية Theme على مستكشف جديد. أوكي، تعالوا نتكلم بصفة عامة عن الحاجة اللي احنا هندرسها في Theme 4 اللي هي Software Project. In this theme you will learn more about the inner working of ICT tools. هندرس أكتر عن الأعمال الداخلية لأدوات الـ ICT. You will also look at binary numbers. هنتكلم عن الباينري نمبرز. الباينري نمبرز دي اللي هي اللغة اللي هي بيفهمها الكمبيوتر. And what they are. You will learn the importance of planning project. وهنتعلم ازاي ان احنا نعمل plan لما يكون عندنا project in advance. And how to use Excel بطريقة متطورة. وازاي ان احنا نستخدم البرنامج الاكسل. ونستخدم برنامج الباوربوينت and the websites to present and share information in an appealing way. وان احنا كمان ازاي نستخدم برنامج الباوربوينت والمواقع عشان ان احنا نقدم ونعمل شير المعلومات بطريقة ايه؟ بطريقة جذابة. اوكي، المستكشف اللي معانا النهاردة اسمه دييجو بونس دو ليون. هو بيشتغل ناشونال جيوغرافيك اكسبلورر، هو مستكشف في ناشونال جيوغرافيك، وكمان هولدز بي اتش دي فروم ذا انرجي اند ريسورس جروب يونيفرستي اوف كاليفورنيا بيرك. هو كمان حاصل على الدكتوراه من قسم الطاقه والموارد من جامعه كاليفورنيا. هي ديفلوبس ذا يوز اوف تكنولوجي تو بيلد رينيبل انرجي ريليتد داتا انفراستراكشر اند سيستم. هو كمان بيحاول ان هو يعمل تطوير للطاقه باستخدام التكنولوجيا علشان يعمل بنيه تحتيه للبيانات اللي لها علاقه بالايه؟ بالطاقه المتجدده. يعني هو بمعنى اصح الكلام ده معناه ايه؟ ان هو بيحاول يستخدم الطاقه المتجدده بدل الطاقه اللي هي الايه؟ اللي بيتم استهلاكها. يعني مثلا الطاقة اللي هي جاية من الشمس أو الطاقة اللي هي مثلا جاية من الويند، إن هم نستخدمهم إن هم يولدوا لنا مثلا الكتريستي for example. أوكي. This data system allow him to collect data on power grids in order to improve the power system and reduce energy waste. كمان الأنظمة اللي هو بيعملها باستخدام التكنولوجيا دي بتساعد إن هو يجمع بيانات على شبكات الطاقة علشان يحسن نظام الطاقة ويقلل شوية من ان احنا نهدر من الطاقة اللي هي المتجددة دي. اوكي. The world has recently made a lot of progress in transitioning away from power generated by fossil fuels derived from coal, natural gas, oil, instead wind and solar power are being used. في الفترة الأخيرة العالم طبعا شهد تقدم كبير جدا في ان هم استبدلوا الطاقة بدل الطاقة اللي هي جاية من الفحم او الغاز الطبيعي بالطاقة اللي هي جاية من الويند والسولار باور، علشان الطاقة دي بتبقى متجددة. طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتبقى طاقة متجددة، فطبعا اصبح ان احنا مثلا ممكن زي ما قلت من شوية ان احنا نستهلك او ان احنا الكهرباء تبقى جاية من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح بدل ما تبقى جاية من المواد الاخرى، علشان طبعا تلوث الجو والحاجات دي كلها. اوكي، دكتور بونس دوليونز رول ان انرجي افشنسي. هو بقى عمل ايه علشان ان هو يعلي من كفاءة الطاقة؟ ابتدى ان هو يستخدم حاجتين. استخدم جهاز اسمه الثيرموستات، واستخدم جهاز اسمه السنسور. جهاز الثيرموستات ده زي ما انتم شايفين في الصوره كده، هو بيمجر التمبريتشر ان اير كونديشنرز اند ريفريجريتورز. هو بيقيس الحراره في الاجهزه اللي هي التكييف وكمان ايه؟ الثلاجات. واستخدم كمان السنسور. السنسور دي اللي اسمها بالعربي يعني اجهزه استشعار. Are devices which communicate information back to computer. السنسور دي بتبقى محطوطة في الايه؟ زي مثلا في الريفريجريتور او الاير كونديشنرز، وكمان بتعمل ديتكت مثلا للحرارة، مثلا ديتكت مثلا لأي مشكلة حصلت في الجهاز، وتبتدي ترجع لك المعلومات دي تاني ايه؟ على الكمبيوتر. يعني انت بتبقى عامل البروجرامينج كده بحيث ان الايه؟ ان السنسور دي لو في أي مشكلة تبتدي تبعت لك على الكمبيوتر المعلومات ان في مشكلة مثلا ايه؟ معينة في الجهاز. طيب، ثيرموستات. دكتور بونس دي ليونز ورك هيلب ديفايسز ورك افشنتلي باي كونكتنج اول ذا ريفريجريتور اند اير كونديشنرز توجذر باي ا ثيرموستات.
طبعا شغل دكتور بونز ده كان مهم جدا، ان هو ساعد في ان هو يخلي الاجهزه تشتغل بكفاءه، بان هو وصل كل الاجهزه بالايه الثيرموستات، عشان طبعا نقدر ان احنا نعرف درجه الحراره ايه، بدل ما تحصل اي مشكله في الجهاز، لا احنا بنعرف من خلال الثيرموستات ده درجه حراره الجهاز ايه. اوكي، هي بروجرامز ا كمبيوتر تو مونيتور اند كنترول ذا ريفريجريتور اند اير كونديشن. طبعا كان مجهز معاه كده كمبيوتر عشان هو يقدر يراقب ويتحكم في الايه في الثلاجات والايه والتكييفات دي من على بعد. وكمان طبعا السنسور اللي هي اجهزه الاستشعار، هي يوز سنسور تو مونيتور ذا ابلينسز، اللي هو كان بيستخدم طبعا اجهزه اللي هي الاستشعار دي عشان ان هو يراقب الايه الاجهزه الكهربائيه اللي هو موصلها دي. هي يوز هيز نوليدج اوف سوفت وير تو بروجرام ديفايس اير كونديشنرز اند ريفريجريتور ان ا نيو افيشنت واي. وكان طبعا بيستخدم معرفته في السوفت وير ان هو يعمل برمجه للاجهزه اللي هي الاير كونديشنر والايه الثلاجات دي بطريقه طبعا متقدمه جدا. وكان بيستخدم السنسور تو مونيتور هاو ماتش انرجي ذا ريفريجريتور اند اير كونديشنرز يوز ثرو ذا داي. طبعا هو خلاص بقى حط الثيرموستات وحط السنسور، فابتدى بقى ان هو ايه طبعا وعمل بروجرامنج للريفريجريتور والاير كونديشنرز، وبيبتدي بقى ان هو يراقب من على البي سي اللي هو عنده علشان يعرف هو الاجهزه دي استهلكت طاقه قد ايه في خلال اليوم. يبقى استخدم الثيرموستات عشان يقيس الحراره والسنسورز عشان ايه يبتدي ان هو يراقب الايه الاجهزه دي. اوكي، طب ايه بقى النتائج اللي هو لقاها؟ by monitoring how much energy is being used Dr. Pons Dulian was able to. بعد طبعا ما راقب كمية الطاقة اللي استخدمت، بقى قادر ان هو balance the power grid by moving and storing the electricity from one place to another so that the amounts are more equal. ان هو يعمل توازن في شبكات الطاقة اللي موجودة، بان هي تقدر ان هي تموف تحرك وتخزن طاقة الكهرباء من مكان لاخر، علشان الكميات بتاعة الكهرباء في المدينة تبقى متساوية، علشان ما يحصلش أي مشكلة وفي يوم من الأيام ما نلاقيش فيه موجود فيه كهرباء. Recommend ways to save electricity and build better energy system in the future. وطبعا كان بيقترح طرق علشان ان هو يوفر الكهرباء ويبني نظام طاقة افضل للمستقبل. يبقى طبعا بالثيرموستات والسنسور وان هو عمل برمجه قدر ان هو يعمل نظام متوازن عشان احنا نقدر نوفر الكهرباء باستخدام الطاقه الشمسيه او ايه الطاقه اللي جايه من الويند. اوكي، Egypt effort to rationalize water and energy use. In Egypt a similar system is being used for a different reason. في مصر طبعا نفس النظام بيتم استخدامه لكن لاسباب مختلفه. Egypt has been increasing its agricultural land. طبعا مصر بتزود من الاراضي الخاصه بالزراعه to ensure a food يعني security، عشان يبقى في امن غذائي في مصر. To ensure water is being used efficiently in newly reclaimed areas. وعشان علشان طبعا كمان يعني تضمن ان الميه بتم استخدامها بفعاليه في المناطق اللي هي المستصلحه حديثا. المناطق المستصلحه حديثا دي يعني المناطق اللي هي مثلا كانت صحراء وهم بيستصلحوا الارض اللي فيها عشان تبقى صالحه للزراعه. And information management system was built. وعشان يتاكدوا طبعا ان الميه بتستخدم بفعاليه في المناطق اللي هي خاصه بالزراعه، فطبعا تم انشاء نظام ان هم بيديروا فيه البيانات والمعلومات الخاصه بالايه؟ بالاراضي دي. The system is based on monitoring and remote sensing data. طبعا النظام ده بيعتمد ان هم برضو زي دكتور دييجو، النظام ده بيعتمد برضو على المراقبه والاستشعار برضو عن بعد. وده طبعا this data help engineers make decisions and improve the irrigation system. وده كمان ساعد المهندسين ان هم يقدروا يتخذوا قرارات ويطوروا انظمه الري، ان هو الانظمه اللي هو الري او الطريقه اللي هم بيسقوا بيها الارض. Using technology to collect data is crucial in planning for the future. طبعا استخدام التكنولوجيا عشان احنا نجمع البيانات ونبقى عارفين ان احنا نعمل مونيتورنج، نحط سنسور ونعمل مونيتور لكل الاماكن، ده طبعا امر ضروري جدا في ان احنا نخطط للمستقبل بشكل افضل. دكتور بونس دولين يوز ا سمول ان اكسبنسيف كمبيوتر كولد رازبري بي اي 2 بي. دكتور بونس دولين استخدم كمبيوتر صغير جدا زي اللي انتم شايفينه في الصوره ده كده، هتستغربوا وتقول لي هو ده بي سي؟ اه طبعا ده كمبيوتر، هو طبعا مش غالي خالص، اسمه رازبري بي اي 2 بي.
to manage the processing and storage of data علشان ان هو يقدر يتحكم في تخزين ومعالجة البيانات as well as run software عشان كمان ايه يقدر ان هو يران عليه software. Raspberry Pi is a simple computer, هو كمبيوتر بسيط جدا that you can program to turn, ممكن ان انا ابرمجه واقدر ان انا استخدمه عشان turn the lights on and off, افتح النور واقفله. Read sensors, يعني هو لما كان بيحط السنسورز في الريفريجريتور والاير كونديشنر كان بيراقب كل الحاجات دي من خلال الكمبيوتر اللي هو الصغير ده اللي هو الراسبيري بي اي 2 بي. خلاص turn light on and off, read sensors and record the data, وكان بيسجل البيانات. وده طبعا من ضمن الحاجات اللي ساعدته في شغله كتير جدا. You can plug in a keyboard, ممكن توصله على فكرة كمان keyboard ومونيتور وشاشة وكمان ماوس to this very small computer, للكمبيوتر اللي هو الصغير ده that fits in your hand. عايز اقول لكم ان هو انتم ممكن تقدروا تمسكوه حتى في ايديكم, هوريكم دلوقتي شكله في فيديو. It's easy to code, وطبعا كان سهل جدا ان هو يبرمجه with a basic knowledge of coding language, لمعرفته الرئيسية في لغة البرمجة. You can program the computer to do a practical things, وممكن كمان انت كمان تبرمجه علشان تعمل اشياء عملية كتير جدا. For example, students programming their Raspberry Pi 2 sense when the plants in the school garden were dry. كمان في طلبة عملوا programming للكمبيوتر ده علشان يقدروا ان هم يشوفوا لو البلانتس في السكول جاردن وير دراي, البلانتس اللي هي في حديقة المدرسة دراي ومحتاجة ان هي يسقوها مية وكده. and the computer started the watering system, والكمبيوتر يبتدي ان هم ايه ينبههم, فايه يبدأ ايه يبدأ بنظام الايه الري. People worldwide use the Raspberry Pi to learn computer programming. They also use it to build hardware projects such as Dr. Ponce Dulin's sensor network. كمان هما بيستخدموه علشان يعملوا project خاصة بالهاردوير زي ما عمل دكتور Ponce Dulin's اللي هو كان استخدم الثيرموستات والسنسور وكان بيراقب كل حاجة عن طريق الايه؟ عن طريق الراسبيري. اوكي تعالوا بقى اوريكم فيديو للايه؟ ليه هو قد ايه هو صغير وقد ايه احنا ممكن نوصل بيه كيبورد ومونيتور وماوس. تعالوا نشوف. زي ما شفت طبعا قد ايه هو يعني صغير جدا, لكن فعلا هو بيعمل حاجات عظيمه جدا وقد ايه هو ساعد دكتور بونس ليون في شغله. فان شاء الله تكونوا فهمتوا اللسن بطريقه بسيطه. هو بس ان هو قدر يستبدل الطاقه اللي هي بتلوث البيئه بالطاقه اللي هي المفيده اللي هي الطاقه الشمسيه وطاقه الويند, وان هو ازاي يحافظ على الطاقه اللي موجوده في السيتي. ان هو قدر يعمل سيستم عظيم جدا, وان هو ينبه شبكات الطاقه ان هي تتبع النظام ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.